هي صور لبقايا الدجاج والعظام على حواف وادي الجمعة ببلدية الأربعاء، منظر طبيعي شوهته هذه المواد الفاسدة والنفايات التي حولت هذا المحيط إلى مفرغة عمومية بامتياز. كاين نفايات صلبة والنفايات الهامدة، وكاين نفايات كما حنا نقولوا ريش الدجاج وأعضاء الدجاج هذه اللي راهم يلوحوا هنايا، اللي راهي تمد روائح كريهة. كارثة بيئية خلفتها هذه الوضعية التي وقف على تفاصيلها هؤلاء السكان، صورة تلخص المعنى الحقيقي لتهديد صحة المواطن. تحديدا في الواد هذا المياه هذه راح تكون مياه جوفيه، بعد ما تنزل من الجبال راح تكون مياه جوفيه، وكاين في مدينه الاربعاء يعني مئات الابار اللي راهم يشربوا معظمها من هذا المياه، من هذا المياه اللي راهي تتخلط بالسموم بالنفايات اللي مرميه على ضفاف واد الجمعه هنا. نفايات هنا، مواد بناء ترمى من هناك، وأطفال في قلب كارثة باتت هاجسا لدى المواطنين وزوار المنطقة. المنطقة هذه كنا نتمنوا أنها تكون أحد مناطق سياحية لتستقطب زوار سواء من مدينة الأربعاء، من داخل مدينة الأربعاء ومن خارج مدينة الأربعاء، لكن مع الأسف الشديد رانا نشوفوا بعض تصرفات لمنعت هذا الشيء. باش نشوفوا منظر خلاب، لقينا الأوساخ وجراثيم كثيرة وزيوت السيارات. احنا عاودنا راسلنا حتى السلطات المحلية لبلدية الأربعاء، درنا لهم يعني رسالة تذكير حول الإجراءات اللي كان هنا، ولكن ولا نتيجة. بدل أن يكون هذا المنظر الطبيعي للراحة والاستجمام، بات مرتعا للنفايات والحيوانات الضالة. فرغم الشكاوى التي أودعتها جمعية حماية البيئة، إلا أن هذه الأخيرة لم تحرك ساكنا لإيقاف هكذا ممارسات، فإلى متى يستمر هذا المشهد؟